لم يكن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية إلا جزءا من قائمة طويلة من اغتيالات طالت قادة المقاومة الفلسطينية من قبل الموساد الإسرائيلي. في عام 1973 نفذت الوحدات الإسرائيلية الخاصة عملية اغتيال بحق ثلاثة من أهم قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وهم محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر، فيما عرف باسم عملية الفردان. في عام 1981 تمكن عملاء الموساد من اغتيال المناضل الفلسطيني ماجد أبو شرار في روما عبر زرع قنابل في غرفته بأحد فنادق العاصمة الإيطالية. وفي عام 1988 تم اغتيال خليل الوزير الشهير بأبو جهاد في مدينة سيدي بوسعيد التونسية، وهو أحد مؤسسي حركة فتح ولقب بأمير الشهداء. وفي العام نفسه اغتال الموساد في قبرص مساعد أبو جهاد مروان كيالي رفقة اثنين آخرين من سرايا الجهاد الإسلامي. في عام 2001 اغتالت إسرائيل أبو علي مصطفى الذي كان يشغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك بعد قصف مكتبه في مدينة البيرة برام الله. في عام 2004 أعلنت السلطة الفلسطينية عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات الشهير بأبو عمار في أحد مستشفيات فرنسا، رغم أن إسرائيل لم تعترف بذلك إلا أن تقارير عديدة تؤكد تعرضه للتسمم على المدى الطويل. في مارس من العام نفسه استهدفت إسرائيل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين المقعد بثلاثة صواريخ عقب أدائه صلاة الفجر واستشهد على الفور. وبعد أقل من شهر اغتالت شريكه في تأسيس الحركة عبد العزيز الرنتيسي بصواريخ أطلقت من مروحية إسرائيلية.